بالراحه يا معلم. المكان اللي احنا جايين له هناك اهو. ماشي عادي. المكان اللي احنا جايين له هناك اهو يا جماعه. يا عم خلاص عيب عليك. انا سمعت عن المكان ده حاجات، انا عايز اخش اشوف اللي جوه. يلا بينا. ما حدش يخاف. لا يلا بينا يا عمر. ما حدش يخاف. ما حدش خايف فينا والله. يلا بينا. حافظين قران والحمد لله. يلا اهو يا ما احنا قربنا على المكان اهو. اهو عمر انا خايف. يا عم ما تخافش، واحنا هنيجي لحد هنا، فاضلنا حاجه بسيطه على المكان. انت خايف من ايه؟ طب ما هو جمال خايف واروخ. لا جمال مش خايف. جمد قلبك. انت تجمد قلبك. احنا لو اكتشفنا المكان ده احنا هنطلعوا الطريق، احنا هنبقى اول ناس مشهورين. المكان ده انت عارف بيتكلموا عليه ازاي على اليوتيوب، بيقولوا فيه عفاريت، احنا عايزين نشوف العفاريت اللي هنا. ما تخافش يا عم، خلي قلبك جامد. انا سبت امي في البيت لوحدي. يا عم ان شاء الله لو حصل لها حاجه ذنب امي في رقبتي. ما تخافش بس يلا بينا. ما تخافش. والله يا جماعه قربنا على المكان. عمو في ايه؟ في حاجه توقف نوت يا عمو. يا عم مفيش حاجه يا عم، انت ما تخافش من حاجه، مفيش حاجه انا معاك. ماشي يا عم مفيش حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدر شغله. شغل النور عمر عشان خايف. بالراحة بالراحة. اهو البيت اهو. البيت اهو. ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ اتفضل. ليه؟ بتعمل ايه يا جماعة؟ ماشي. خايف يا عمر. والله خايف. عمر بالراحة وانت داخل. بسم الله. اش هو ده المكان؟ ايوه هو ده المكان. وصلنا له. هو ده اللي عامل لي المكان. العب. احنا لو اعرف كده ما كنتش جبت الكشاف معانا. بقول لك يا عمر عامل فرح وجايبين النور معانا وشوف. انا كنت جيت لوحدي. انا طالع من حمام وجاي يا عم. وريك الكشاف معاه. لا يا عم سيبه هنا ملوش لازم. اه ما انت قلبك اطمن دلوقتي. عيب عليك. وعاد الغيب كده. لا ما تبص عليه كده. عادي عادي. الصوت اللي بره عادي. يا جماعه يا جماعة! انت مين؟